هلو يا جماعة الخير، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بألف خير يا رب. اليوم راح نسولف عن موضوع الجلايكولايسيس. موضوع الجلايكولايسيس حتى نفهمه إحنا بشكل أبسط، اللي هو جلايكولايسيس. جلايكو يعني جلوكوز، لايسيس يعني تحليل، يعني أنا راح ألزم الجلوكوز، راح أدخله بفد سلسلة حتى أحلل هذا الجلوكوز. فهذا هو أول تفسير لازم شنو لازم نعرفه. زين، نجي لمن؟ نجي للجلوكوز. تمام، هذا هو الجلوكوز. اوكي، الجلوكوز انا راح اطببه بسلسله حتى ايش اسوي له، حتى اسوي له لايسيس او حتى شنو، حتى احلله. زين، هذا الجلوكوز اول شيء هو من كم جزيئه متكون؟ من 1 2 3 4 5 6. اوكي، 6 ذرات. زين، هذا الجلوكوز بالبدايه ايش راح يتحول؟ راح يتحول الى جلوكوز 6 فوسفيت. زين، شلون احفظه حتى ما انسى؟ هو نفس الجلوكوز ضفت له مجموعه فسفور، فقلنا فوسفيت، وين ضفتها؟ بالساسه، فسموه جلوكوز 6 فوسفيت. زين، هذا من راح يتحول وحده؟ لو اكو شيء ساعده حتى يتحول؟ لا، ماكو شيء وحده يمشي، لازم اكو شيء ساعده. من اللي راح يساعده؟ الانزيمات. واذا تذكرون بالام جي دي قلنا الانزيمات راح يدخلن بالتفاعل حتى يساعدن بالتفاعل. زين، شنو اسم الانزيم اللي راح يحول الجلوكوز الى جلوكوز 6 فوسفيت؟ اللي هو شنو؟ اللي هو الهكسو كاينيز والجلوكو كاينيز. تمام، شنو يعني هيكسوكاينيز؟ شنو يعني جلوكوكاينيز؟ ما دام بها ايز معناتها انزيم. هيكسوكاينيز هو الانزيم اللي موجود بكل انحاء الجسم بشكل طبيعي. اوكي، زين، الجلوكوكاينيز وين موجود؟ هذا موجود بالليفر. تمام، هذا موجود بالليفر. تمام. زين، هسه انا حولت بهذا الانزيم اللي هو الهيكسوكاينيز، اوكي، الجلوكوز المن الى جلوكوز 6 فوسفيت. تمام، من حولت الجلوكوز الى جلوكوز 6 فوسفيت استهلكت طاقه، اوكي، فتحول عندي الاي تي بي المن الى اي دي بي. اوكي، زين، يعني انا استهلكت اي تي بي، استهلكت طاقه. خلصنا اول ستيب، نجي للستيب الثاني. الستيب الثاني اللي هو الجلوكوز 6 فوسفيت، هذا الجلوكوز 6 فوسفيت راح احوله لمن؟ راح احوله الى فركتوز 6 فوسفيت. تمام، يعني نفس هن الست ذرات بس حولت الجلوكوز لمن؟ الى فركتوز. تمام. زين، هذا من حولت جلوكوز الى فركتوز شو استهلكت؟ استهلكت طاقه. تمام، اي تي بي تحولت المن الى اي دي بي. زين، هذا الفركتوز 6 فوسفيت شلون اتذكره؟ هو نفس جلوكوز صار فركتوز، اوكي، والستة فوسفيت لان عندي انا هنا مجموعه فسفور. زين، نتذكر حكينا احنا قلنا ماكو شيء يمشي، اوكي، بدون مساعد، فمن الانزيم اللي راح يساعدني هنا؟ فوسفو. ليش؟ لان انا عندي مجموعه فسفور. هيكسو، ليش؟ لان اني جايه من هيكسو. ايزوميريز، اوكي، ايزوميريز لانه انا حولت من الجلوكوز المن الى فركتوز. هسه خلصت شنو؟ خلصت ثاني ستيب. نجي المن للستيب اللي بعده. الستيب اللي بعده وين وصلت؟ وصلت الى الفركتوز 6 فوسفيت. تمام، هذا الفركتوز 6 فوسفيت ايش راح يتحول؟ راح يتحول الى فركتوز 1 6 بس فوسفيت. شلون اتذكره؟ اول شيء هو فركتوز 6 فوسفيت ايش تحول؟ فركتوز يعني هو نفسه للمركب 1 6. ليش؟ لان انا حطيت هنا مجموعه فسفور وهنا مجموعه فسفور، فقلت مجموعه فسفور بواحد، مجموعه فسفور بستة، فنقول 1 6. بز فوسفيت ليش؟ لان انا عندي 2 فوسفات، اوكي، فسموها بز فوسفيت. زين، اوكي، هسه انا ايش حولت؟ قلنا حولت الفركتوز 6 فوسفيت المن الى الفركتوز 1 6 بس فوسفيت. تمام، هماتين استهلكت طاقه. زين، من اللي راح يساعدني هنا؟ انزيم. شنو اسم هذا الانزيم؟ فوسفو، لان عندي مجموعتين فوسفيت. اوكي، فركتو، لانه اني دا اشتغل على فركتوز. كاينيز 1، اوكي، هذا الكاينيز لان انزيم. اوكي، ففوسفو فركتو كاينيز 1، اوكي، هو اللي راح يحول الفركتوز 6 فوسفيت المن الى فركتوز 1 6 بز فوسفيت. زين، اوكي، نجي وين وصلنا؟ وصلنا الى هذا الستيب اللي هو الفركتوز 1 6 بز فوسفيت.
الفريكتوز 1-6 بالفوسفيت ايش راح يتحول؟ اما راح يجي ويتحول المن الى داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت، تمام؟ داي لان ثنائي، هيدروكسي بمجموعتين هيدروكسيد، اوكي؟ لذلك يسموه داي هيدروكسي اسيتون فوسفيت لان بها فوسفيت، او راح يتحول المن الى جليسير الديهايد 3 فوسفيت. جليسير الديهايد 3 فوسفيت، اوكي. اول شيء 3 فوسفيت، اوكي، لان انا عندي مجموعه فوسفيت مشلبه برقم 3. جليسير الديهايد اللي هي الجليسرول، الجليسرول متكون من 3 جزيئات، فنقول لك جليسير الديهايد 3 فوسفيت، يعني جليسير الديهايد وعندي مجموعه فوسفيت مشلبه برقم 3، اوكي. زين، عمليه التحويل بواسطة يا إنزيم بواسطة تراي. تراي ليش؟ لأنه أنا قسمت الستة إلى ثلاثة، تراي فوسفيت وحطيت فوسفيت بالجزيئة الثالثة، فقلت ترايوز فوسفيت، أوكي، أيزو ميريز، أوكي، هذا هو الإنزيم اللي حول لي. زين، نيجي المن، وصلنا المن إلى الجليسير ألديهايد 3 فوسفيت. هذا الجليسير ألديهايد 3 فوسفيت، تمام، نتذكر ليش تسمينا، لأن أنا عندي فوسفيت بجزيئة رقم 3، أو جليسير ألديهايد لأن عندي 3 جزيئات، أوكي. إيش راح يتحول؟ راح يتحول 1-3 بس فوسفوغليسيريت، أوكي. شو نتذكرها؟ 1-3 عندي فوسفور بواحد وفوسفور بثلاثة، بس لأنه بواحد وثلاثة فوسفو جليسرايت، هاي الفوسفات بمجموعة جليسرايت، مجموعة ثلاثية. زين، من اللي راح يحولها يا إنزيم؟ هو الجليسير ألديهايد 3 فوسفيت، أوكي، نفس هذا الإنزيم، بس نفس هذا المركب، بس شو سوينا؟ أخذنا من عنده H، تمام، دي هيدرو جينيز، تمام. في المركب هذا من أخذنا من عنده H شو تحول؟ تحول إلى 1-3 بس فوسفوغليسرايت. زين، هاي ال H إيش راح تسوي؟ راح تتحد ويا الناد، راح تتحول من إلى ناد ال H، أوكي. هسا هاي الستيب بسيطة، عندي جليسير ألديهايد 3 فوسفيت، 3 فوسفيت معناتها إنه أنا عندي اثنين فوسفات، واحدة مشلبة بواحد وواحدة مشلبة بثلاثة، وحدة العفو مشلبة بثلاثة، أوكي. فقلنا هذه الفوسفيت وين مشلبة بثلاثة، جليسير ألديهايد هو يعني الاسم مالت من مالت المركب الثلاثي، تحول المن إلى 1-3، وحدة مشلبة بواحد وحدة مشلبة بثلاثة بس فوسفوغليسيريت. زين، شنو اسم الإنزيم؟ من اسم المركب، بس شنو شلنا من عنده؟ هيدرو جين. زين، نجي للبعدة، عندي بس فوسفوغليسيريت، أوكي. هذا البيس فوسفوغليسيريت اللي هي الفوسفات وحده مشلبه بواحد وحده مشلبه بثلاثه، وبس لانه وحده بواحد وحده بثلاثه، وفوسفوغليسيريت اللي هو اسم المركب. زين، شو تحولت؟ راح تحولت الى 3 فوسفوغليسيريت، اوكي، اللي هي بس وحده مشلبه بثلاثه. زين، من اللي حولها؟ حولها الفوسفوغليسيريت، تمام، ايز طبعا هنا. زين، هذا من حولها الى 3 فوسفوغليسيريت، تمام، حرر طاقه، اوكي، حرر طاقه لان هي كانت 1-3 حولها الى 3، فحرر لي شنو؟ حرر طاقه، حرر اي تي بي. نجي لمن؟ نجي الى 3 فوسفوغليسيريت، هي 3 فوسفوغليسيريت، تمام. ايش صارت؟ تحولت الى 2 فوسفوغليسيريت. 2 فوسفوغليسيريت المفروض هي تشلب هنا، تمام، بس يعني هنا بالمعنى الحرفي حطيها على احنا على الطرف. زين، هذه من تحولت من 3 الى 2، ايش صار عندي؟ صار عندي طفره، اوكي، صار عندي ميوتيشن، فسمينا الانزيم ميوتيز، تمام. وشنو اسم المركب؟ فوسفوغليسيريت، فهو فوسفوغليسيريت ميوتيز. زين، نجي المن، نجي الى 2 فوسفوغليسيريت. زين، هذا الاثنين فوسفوغليسيريت ايش راح يتحول؟ راح يتحول الى شنو؟ فوسفو اينول بايرفيت، اوكي، فوسفو اينول بايرفيت اللي هي هنا هذه مجموعه يعني هي شيء يمكن كانت او بس سي، اوكي، هذه مجموعه السي يعني ارتبطت بعد مركب ثاني فسموها اينول، اوكي. فايش سموها؟ سموها فوسفو لان هو المركب بفوسفات، اينول، اوكي،
بايروفيت، يعني أنا بديت أحصل البايروفيت. زين هاي العملية وين دا تصير؟ دا تصير بالداخل، فش سموا الإنزيم؟ سموه إنتيز إنزيم. زين هذه الفوسفوينول بايروفيت أو البيب إيش راح تتحول؟ راح تتحول من إلى بايروفيت. زين من اللي راح يحولها إلى بايروفيت؟ اللي هو الكاينيز، البايروفيت كاينيز هو اللي راح يحول إلى بايروفيت. زين هذا البايروفيت كاينيز من راح يحول لي إلى بايروفيت، إيش راح يحرر؟ راح يحرر طاقة. هسه أنا لحد هنا حصلت بايروفيت، وهذه هي الفكرة من عملية تحليل الجلوكوز. هذا البايروفيت إلى طريقين، أما طريق له هوائي أو طريق هوائي. الطريق الهوائي اللي هو راح يتحول بيه إلى أسيتايل كو أي وراح يدخل بكريبس سايكل بعدين نشرحها. أما الطريق اللاهوائي ما راح يلقى أكسجين، فراح يقول له إنزيم لاكتيك أسيد دي هيدروجينيز. أوكي يقول له أنا راح أسحب من عندك هيدروجين وأحولك إلى لاكتيك أسيد وتدلل عينه. أوكي هيك سوى، قال له أنا أسحب منك هيدروجين للبايروفيت وأحولك إلى لاكتيك أسيد. حوله إلى لاكتيك أسيد، هذا اللاكتيك أسيد وين راح يروح؟ راح يروح للليفر. أوكي وهنا الليفر يتصرف به، يكون ATP، يحرر طاقة، بعدين يعني هو الليفر ينجاز به. زين هذه الجلايكوليسيس شو الحصيلة مالتها؟ حصلت أنا 2 ATP، حصلت 2 NADH، وحصلت شنو؟ حصلت لاكتيك أسيد. تمام هذه هي الحصيلة من عملية تحليل الجلوكوز.